السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى عيسى. راح نعمل اليوم الكعك الصفدي الفلسطيني ونبدأ بالمقروطة. المقروطة أكلة أو كعك، يعني يعتبر الكعك الفلسطيني التراديشنال لفلسطين. أول شيء بنحط مقدار 5 كاسات طحين أبيض فرخة، بنحط معه كاسة نفس العيار اللي عيرنا فيها طحين، كاسة سميد ناعم. نضيف عليه معلقة واحدة معلقة بيكنج باودر الكمية كلها، ومعلقة فانيلا للنكهة، معلقة شمر مطحون، معلقة كبيرة، ومعلقة ينسون حب، معلقة محلب محلب مطحون، معلقة صغيرة بقى مكتر لأنه المحلب أول طعمته كتير، بس هو طيب كتير بجيب نكهة الكعك، ومعلقتين سكر. هاي المعلقة تعتبر نص معلقة لأنه معير فيها. واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة. ملعقة سمسم، ايوه معلقة او معلقتين حسب الرغبة يعني، والسمسم كثير ما بيعطي طعمة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت 3 معالق مشان تعطي نكهة لذيذة. وهلا بنحط اخر شيء دقة الدعك. ما راح نكثر كثير لانه حطينا شمر ينسون، خلص يعتبر هذا كل المواد الناشفه خلصت. هلا شو بنساوي؟ نخلط كل المواد الناشفه مع بعض، نخلطها مضبوط عشان تتجانس ما يطلع الشيء فيه اكثر من الثاني. هلا بنحط كاسه سمنه، ويفضل الكاسة السمنة هذه لأنها هي سمنة. أنا خلطت سمنة وزبدة مع بعض، بحب نكهة الزبدة. هاي كاسة سمنة وزبدة مع بعض، بعدين كاسة زيت زيتون. الكعك الفلسطيني لازم زيت زيتون، لا يجوز عمله بالزيت النباتي. هلا هيك بنكون حطينا كل المواد، ملح بس ربع معلقة بس، وخلص هاي الانجريدينتس كلها انحطت. هلا مرحلة انه نخلط نبس الطحين مظبوط مع الزبده مع السمنه مع الزيت. خلينا على اليدين زبدة حبيبي، خليني
هلا العجلة لازم نبس الزيت مع الطحين مع كل المواد بشكل كله يتجانس، يعني ما يعود يبين اشي لحاله، لان تحت لسه بكون باقي الطحين. نقلبها نطلع كل الطحين مع الزبدة مع الزيت مع كله عشان يصير روح واحدة. هلا هيك تقريبا نبس الزيت مع الطحين. هو الواحد بشوفها بقول يا زيت كثير سمنة كثير، بس هي هيك الأصول إن شاء الله. الواحد فكر إنه المية كثيرة، بس هي لا بتتجانس وتصير عجينة حلوة. صينية تانية هدول بضلعوا خمس كاسات، يعني بطلعوا صينيتين ونص وخمس كاسات. وبعدين هلا جاهزة انه نشويها، لأنه ما لازم تأخر كتير. بنحمل الفرن على درجة حرارة عالية جدا وبنحطها بالفرن تقريبا يعني 10 إلى 15 دقيقة. لما يشوف الواحد وجهها تحمر، إذا ما كانت تحمر وجهها تحمرت من تحت، شفتيها تحمرت من تحت بتحطي النار من فوق ثواني، يعني بس انه تدل تغطيهم وتشيليها. بعد ما تشيليها من الفرن بتحطي عليها تبرد، بترشي عليها سكر بودرة وتكون جاهزة للتأكل. وصحة وعافية وكل عام وانتم بخير. خلصنا المقروطة، رح نعمل كعك الصقلية نفس المقادير تقريبا بالضبط، بس بنزود عليها معلقتين حبة البركة على عجينة بس، ونفس الشيء. وهلا بدي اكون على الطريقة. أول شيء نقطع العجينة ونخليها ترتاح، يكون يعني قطعة تقريبا شيء قد الكف يعني هيك كبيرة. نقطعها ونريحها، بعد ما نريحها نبدأ نفرد. بس نفردها نصير نقطعها دوائر هيك وبنحشيها. هلا طريقة الحشي هذه يعني هيك قطعة تكون قد تقريبا. طريقة الحشي هيك بعد ما تقطع نكون معنا جاهزين التمر، نحط قطعة التمر بقلبها بعدين نطبق هيك. هاي طريقة الكعك ما حد بيعمله إلا أهل صفد، بس كعك الصفدي الفلسطيني إحنا عندنا ولاء لصفد كتير. هاي وحدة بعد ما نعملها نعملها هيك. بعدين في ملقط عندنا هذا لازم نعمل نشكلها. هذا الشكل النهائي للكعكة، هذا هو الكعك الصفر. كمان واحدة ثانية هيك نحط المكبسة وهيك، وهذه مثل السمبوسة مثل الطير السبانخ. بنسكرها لازم شرط انها تسكر مظبوط، اذا ما سكرها على العجين كله على الكبس كله بيفتح هيك. بتسكر ثلاث زوايا هيك، بعدين بنحطها هيك، بعدين بالملقط بتتسكر تتنقش واحدة اثنتين ثلاثة أربعة وواحدة هيك. هذا تنقيش مشان أول شيء ديكور، ثاني شيء مشان ما تفتح أبدا.
بيتحرك تحت بتحط النار فوق ثواني يعني، بس بتغطيهم وتشيليها. بعد ما تشيليها من الفرن بتحطي عليها تبرد، ترشي عليها سكر بودر، بتكون جاهزة للتأكل. وصحة وعافية وكل عام وانتم بخير.